السلام عليكم البنات، ومرحبا بكم معايا مرة أخرى فيديو جديد. إن شاء الله تكونوا مزيانين وأموركم على خير. مبروك عواشركم بالصحة والسلامة وداكشي اللي كتمناو. الفيديو ديال اليوم غنشارك معكم فيها تشكيلة أو بلاتو ديال الكاتو ديال العيد، بوصفات اللي هما سهلين ومكونات اللي في متناول ديال الجميع، وأكيد التقديم غيكونوا شكيلات اللي هما بريستيج عصريين وكذلك تقليديين. بالنسبة للتقليديين غتكون وصفة ديال غريبة بسميدة والكوك، فقاس جويف وريش بونت اللي أكيد كل شي كتعجبو، والبريستيج غتكون حلوة فرنسية اللي اسمها ليكاليسون كتكون بالعقدة ديال اللوز، وغيكون واحد البريستيج بالكراميل وبالنوازيت، والآخر بالكوك واللوز. نخليكم مع الفيديو. الغريبة غادي نحتاجو 250 غرام ديال السميدة الرقيقة الخاصة بالحرشة، 250 غرام ديال الكوك يكون نوعية ممتازة، 200 غرام ديال السكر سنيدة، ملعقة كبيرة ديال الكونفيتور ديال المشمش، ساشي ديال الخميرة ديال الحلوى، القشرة ديال حامضة محكوكة، 3 ديال البيضات، وكاس ديال العنبة ديال زيت نباتية. غادي نبدا في الاول نخلط البيض مع الكونفيتور السكر والحامض، نخلطو مزيان حتى يتجانسو. بالنسبه للمقادير اللي ذكرت قبل راهم مقادير اللي مضبوطين، ديما كنديرها عندي في الدار وكتصدق ليا. من بعد غادي نضيف الزيت والكوك ونخلط مزيان. وبالنسبة للسميدة نقدروا ما نضيفوهاش كلها، يعني 250 غرام كيبقى على حساب النوعية ديال الكوك اللي استعملنا. كاين الكوك اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش، انا بقاو ليا 3 ديال المعالق كبار. صافي هنايا ضفتها، دابا غنزيد الخميرة ديال الحلوى، من الاحسن نغربلوها نخدمها بيدي مزيان باش تدانس ليا مع الخليط. القوام ديال العجينه خاصو يكون على هذا الشكل اللي كتشوفوا. خديت هنايا 250 غرام ديال السكر كلاصي وغربلته ويكون النوعيه الجيده، وخديت شويه ديال الماء زهر غنبقى ندهن به يدي، وناخذ واحد الكميه ديال العجينه على حساب الكويرات اللي غديروا واش كبار او صغار، انا ديما كنديرهم غير صغيورين. صافي نكورهم هكا ونفندهم في داك السكر كلاصي حتى يتغطاو كلهم، نبقى نحطهم في اللاطه، نبقى غاده على هذا الشكل حتى نسالي الكميه كلها. وبالنسبه للطريقه ديال الطياب اللي هي جد مهمه باش تشقق وتجي مزيانه، خصنا نسخنوا الفران على 180 درجه غير من الفوق، ندخلها حتى تشوفها تشقات ليا كلها من الفوق، نعاود ننزلها لتحت نطفي الفوق ونشعل عليها غير من التحت حتى تطيب تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، ما خصناش نخليوها بزاف باش ما تجيش ناشفه وقاسحه.
صافي هنايا خرجتها من الفران، هذا هو الشكل ديالها. دابا غادي نخليها حتى تبرد ونحطها في شي بواطه ونسد عليها. وبالنسبة لكاليسون غادي نحتاجو 300 غرام ديال لوز بودرة، 200 غرام ديال سكر كلاسي، 150 غرام ديال ليمون معسل، وعندي واحد 4 معالق كبار ديال ما زهر. أنا هنايا ضعفت المقادير لأنه غادي ندير 2 كيلات، تقدروا نتوما تكتفيوا بنص الكمية. هنا غادي ناخد سكر كلاسي نخلطو مع اللوز بودرة مزيان، من بعد غنضيف له القشور ديال الليمون اللي طحنتهم واحد نص طحنه، تقدروا نتوما تطحنوهم حتى يوليو عجينه. انا درت لهم النص غير باش يبقاو ليا دوك الطريفات ديال الليمون. وغنجمع هاد العقده ديال اللوز ب4 معالق ديال ما زهر. الا شفت ان العجينه باقا شويه قاصحه نقدر نضيف هكا واحد تقريبا معلقه او كاع جوج على حساب القوام ديال العجينه. صافي العجينه في الاخير غادي تولي على هذا الشكل اللي كتشوفوا. خديت الكميه وقسمتها على 2، النص الاول خليته هكاك والنص الثاني ضفت له النكهه ديال حب الملوك مع طريفات معسلين. غادي نجمعو حتى هو، تقدروا تعوضوا حب الملوك بشي فخوي اخرى او نكهه على حساب نتوما والذوق ديالكم. صافي هنايا غادي ناخد لاباط ديالي ونبدا نطلقها بالمدلك غير بشويه، نخلي فيها واحد السمك اللي شويه غليظ لانه هي خاصها تجي شويه غليظه، ما خاصهاش تكون رقيقه بزاف. وغادا نبيتها او نخليها على الاقل 6 ديال الساعات، ولا بيتناها غتكون من الاحسن حتى كتقصح شويه وكتشد راسها عاد نقدروا نخدموا بها. بالنسبة للمتابعات باش كنخدمو هاد ليكاليسون معروفين كيكونوا بحال هاد البيض هذا، غير ما فيهمش دوك السنينات او على شكل هلال انا ما عنديش، تقدروا تعوضوهم بشكل هكا دائري او مربع. انا درت واحد الطريقة اخرى غير باش نحافظ على نفس السمك، خديت هاد المول ديال السيليكون اللي كتشوفو. غادي نبقى ناخد واحد الكمية ديال العجينة نحطها وسط المول ونضغط مزيان حتى تاخد ليا لا فورم، ونشد واحد المطبع اللي هو دائري ونقسمو على شكل ديال الهلال. الطريقة بالضبط غتشوفوها في الفيديو. الكلاصاج غادي نحتاجو البيض ديال البيضه، شويه ديال العصير الحامض باش نعقمو البيض. عندي هنا سكر كلاصي من الاحسن يكون مغربل، وعندي ملون غذائي في الغوص. غادي نستعملو لي كاليسون اللي خدمتهم بالنكهه ديال حب الملوك. هنايا غادي ناخد شويه ديال الحامض نخلطو مع البيض، من بعد نبقى نضيف سكر كلاصي شويه بشويه حتى تكون ليا واحد الكلاصاج اللي هو ثقيل
وفي نفس الوقت خفيف، فاش نحطو فوق لي كاليسون كاع ما يهبط ليا من جناب، يبقى شويه عاقد وشاد راسو. هنايا غادي نبقى ناخد هاد لي كاليسون نغطسهم غير بشويه من الفوق في الكلاصاج، ونقاد هادوك الشنيبات اللي غيبقاو خاويين بالكيردون. هو راه ساهل بزاف في الخدمه، فاش نسالي هادو اللي ما منسمينش غادي نضيف الملون غذائي ونخدم الاخرين اللي منسمين بحب الملوك. في الاخير كاع غندخلهم الفران اللي يكون غير دافي ماشي سخون، مثلا نكونوا طيبنا فيه الخبز او سخنا فيه شي حاجه، ونخليهم تقريبا شي 5 حتى 7 ديال الدقائق باش البيض يزيد يتعقم اكثر. والريش بوند غادي نحتاجو كاس ديال سنيدة، كاس ديال الزيت بنفس القياس ديال الكاس، عندي 3 ديال البيضات، 1 ساشي ديال الفاني، 7 غرام ديال الخميرة، والطحين على حسب الخليط. والطريقة راها سهلة، غادي نبدا بالبيض السكر والفاني نخلطهم مزيان، من بعد غادي نضيف الزيت ونزيد نخلط، في الاخير كاع غادي نضيف الخميرة مع الطحين. الطحين نبقى نضيف شويه بشويه حتى نحصل في الاخير كاع على عجينه اللي تكون شويه رطبه وفي نفس الوقت متماسكه. نبقى دابا ندير كويرات، من الاحسن يكونوا شويه صغيورين لانه فاش كطيب كيتضاعف الحجم ديالها. غادي نسخن الفران على 180 درجه وندخلها ما بين 15 حتى 20 دقيقه. هنايا خديت الكونفيتور سخنته شويه وبقيت كنلاصق جوج بجوج، خليتهم تقريبا واحد 10 ديال الدقائق، من بعد رديتهم لنفس الكونفيتور وخليتهم تقريبا واحد 30 ثانيه باش يشربوا شويه. غادي نفندهم في الكوك، نبقى غادا على هذا الشكل حتى نسالي الكميه. تقدروا تعوضوا الكونفيتور ديال المشمش باي نوعيه، مثلا ديال الحامض او شي نوعيه اخرى، غير هو الصراحه بالمشمش كتجي الطوب وكتجي رائعه. والمقادير ديال الفقاس عندي هنا مكسرات اللي فيهم نوازيت مع الكاجو شويه ديال الزبيب، تقدروا ديروا غير نوع واحد او تنوعوا بحالي. عندي ساشي ديال الزا ديال الزهر، البنات اللي في المانيا سولوني عليها كتكون بحال هكا. عندي بيضه 150 غرام ديال الزبده تكون بحراره المطبخ، 120 غرام ديال السكر سنيده، والطحين على حساب الخليط. غادي نخدم في الاول الزبده مع السكر والزا ديال الزهر مزيان حتى يتجانسوا. بالنسبه للزبده اللي استعملت انا درت نباتيه، تقدروا تعوضوها بالحيوانيه وغتكون من الاحسن. غادي نضيف من بعد البيضه ونزيد نخدمهم، في الاخير كاع المكسرات ثم الطحين شويه بشويه حتى نحصل على واحد العجينه اللي هي رطبه بزاف بحال العجينه ديال الصابلي. الوصفه ديال فقاس جويف ديجا شاركتها معكم في القناه بطريقه اخرى اللي كتجي فيها العجينه ليكيد، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في خانه الوصف الا بغيتوا تجربوها.
المول اللي غادي نستعمل هو هذا اللي خاص بالفقاس، جبتو معايا من المغرب. غادي ناخد واحد البلاستيك اللي هو غذائي، نقطعه على الطول ديال المول، ندهن المول بشويه ديال الماء، نلصق عليه داك البلاستيك باش ياخذ ليا لا فورم. من بعد نحط تما العجينه ديالي ونضغط عليها مزيان باش تاخذ ليا حتى هي لا فورم، ونبيتو او ندخلو على الاقل الثلاجة 6 ديال الساعات الا بيتناه يكون احسن. ديجا العجينه كاع ما فيها الخميره ما عنده ما يوقع عليها. البلاستيك غذائي درتو غير باش تسهل عليا نخرج العجينه من المول. صافي هنايا بيت هذه كامله. دابا غادي ندوز باش نقطعها. واحد الحاجه اللي هي مهمه بزاف في التقطاع، ضروري ما خصنا نستعملو الكيتور او شي موس اللي يكون ماضي بزاف. انا قطعتها غير بموس عادي وتكرفست عليها شويه. كان ديك الساعه الكيتور ما لقيتوش، كتعرفوا ديك الحاجه ملي كتكون ديما قدامكم كتشوفوها، نهار اللي كتبغيوها ما كتلقاوهاش، دونك قلبت عليه بزاف ما لقيتوش. قطعت صغير موس عادي وتكرفست عليها شويه. المهم نتوما حاولوا تقطعوها بالكيتو او شي حاجه ماضيه. صافي، ومنين غنسالي التقطاع ديال الكميه كلها، غادي نكون سخنت قبل الفران على 180 درجه من الفوق ومن التحت، ندخلو تقريبا واحد الربع ساعه حتى يطيب ويتحمر ليا. والبريستيج ديال الكراميل، عندي هنا شويه ديال الشكلاط دايب، جوج معالق كبار ديال نستي كراميل، شويه ديال البسكويت الكراميل اللي مطحون، وعندي هنا النوازيت اللي حمرتهم وقطعتهم طريفات صغار. بالنسبه للمول اللي غادي نستعمل هو هذا ديال السيليكون اللي كتشوفوا، بومبي صغيور، تقدروا تعوضوه باي مول ديال السيليكون اللي عندكم تواجد في الدار، غير هو خاص يكون شويه صغيور. نبقى ناخذ الشوكولات ونحطه وسط المول على هذا الشكل اللي كتشوفوا حتى نسالي الكميه كلها. من بعد غادي نقلب المول باش يهبط هذاك الفائض ديال الشوكولات اللي غيبقى، وندخلو للثلاجه باش يجمد، وندوز باش نوجد الحشوه. غادي نخلط دابا جميع المكونات ونعجنهم بالنسبه للكراميل. البنات اللي في المانيا كيسولوني مين كناخذو، كيتباع في كوفلاند في ايديكا وحتى في غيفي. من بعد غادي نشكل منه هكا كويرات اللي غيجيو قد الحجم ديال السيليكون اللي غنستعمل. تقدروا تعوضوا النوازيت باللوز او بشي مكسرات اخرين، او هذاك البسكوي ديال الكراميل باللوتوس او اي بسكوي عندكم تواجد في الدار، او زيدوا شي نكهه، كيبقى على حساب الاختيار ديالكم. صافي كيف ما قلت لكم قبل، درت الكويرات في المول وخليت واحد لاسباس اللي غنزيد عليه الشوكولات باش نغطيهم. غنبقى هذا على هذا الشكل حتى نسالي الكميه كلها. غندخلهم من بعد الكونجيلاتور ونخليهم تما حتى يشدوا راسهم مزيان. والطريقه ديال التزيين كتبقى كل واحد على حساب الذوق ديالو. انا اكتفيت غير بخبيطات ديال الشوكولا من الفوق، وخديت نوازيت اللي درت لها شويه ديال الملمع اللي هو دوغي، ولصقتها حتى هي من الفوق. والبريستيج ديال الكوكو اللوز، عندي هنا الحليب المركز المحلى، شويه ديال الكوك اللي طحنته، طريفات ديال اللوز مهرمش اللي محمرين، شوكولا بيضاء، وشويه ديال النكهه ديال الكوك. وبالنسبه للطريقه تقريبا بحالو بحال الطريقه اللي درت في البريستيج ديال الكراميل، اللي ذوبت فيه الشوكولات وحطيته وسط المول، اللي غنقلب من بعد المول ونعاود ندخلو للثلاجه.
والحشوه درتها الوسط وعاود غطيت بكوش ديال الشوكولات. الحشوه اللي خلطت فيها جميع المكونات نسلي مع الكوك اللوز والنسمه ديال الكوك. الكوك ضروري طحنوه كما قلت لكم قبل، ما تخليوش هكاك، وتقدروا تعوضوا اللوز بشي مكسرات اخرين بحال هكا القرقع او اي حاجه كتعجبكم. وبالنسبه للتزيين زينته بالطريقه اللي كنت زينت بها سلو، غادي نخلي لكم الرابط ديالها في خانه الوصف. بقى لي واحد شويه اللي درت له غير هكا كويرات صغيرين وفنتهم في شويه ديال الكوك اللي رشيت عليه ملون غذائي اللي هو احمر باش نبدل شويه الشكل ديالو. ان شاء الله تعجبكم لا فيديو ديال اليوم وكذلك الوصفات، وتجربوهم كيف ما شفتوا راهم وصفات اللي هما سهلين كاع ما كيطلبوا وقت كثير او مكونات كثيره. بالنسبه لكاليسون زينتهم بورق اللي هو خاص بالحلويات اللون ديالو ارجنتي. الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش تخليوا لي لايك وكذلك تبارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم باش هما يستافدوا. الى عندكم شي سؤال او شي استفسار ما تنساوش تخليوا لي في لي كومونتير ان شاء الله نجاوبكم. خليتكم على خير وعواشركم مبروكه، نتلاقاو قريب فيديو جديد.